كما أكد الرئيس أن التصدي للإرهاب في سيناء لن يمنع الدولة من إنشاء المشروعات التنموية رغم صعوبة التحديات، وقال إن التكلفة المرصودة لتنمية شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد حوالي 150 مليار جنيه. وتصدينا للإرهاب اللي موجود مش منعنا ومش هيمنعنا إن احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء، لأن احنا إذا كنا بنتكلم على مواجهة الإرهاب والتطرف فلازم كل الأطراف اللي اتكلم عليها زي المنطقة الغربية والجنوبية شراتين وزي شلع وينات وزي سيناء لازم تتعمر ولازم يبقى فيها تنمية، قد تكون يعني قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية، عشان أهميتها الاستراتيجية. فزي ما انتوا شفتم كده، لان بعضنا برضو كان يمكن مش واخد باله من حجم الجهد والتنمية اللي بتتعمل وحجم التكلفة المالية اللي محطوطة لتنفيذها. احنا بنتكلم في خمس محافظات اللي هم الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، بنتكلم تقريبا في 150 مليار جنيه.